السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة ار هاند ميد. ان شاء الله هنتعلم النهاردة غرزة البداية، هي دي طبعا الغرزة الاصلية ان احنا نعود الخيط عشان يبقى هو عليه بقية الشغل. اول حاجة بنخلي الخيط في ايدينا بالشكل ده، الجزء القصير في اليد اليمين، الجزء الطويل في اليد الشمال. بنحط الجزء القصير على الجزء الطويل، وبعدين بنقلب الخيط كده اهو، ونروح شادين الجزء ده. كده اتعملت غرزة البداية، عقدة البداية، وهي بقت عقدة البداية. دي طريقة هشرحها مرة تانية. الخيط القصير الناحية دي بنسيب حوالي 10 سنتي عشان بنحتاجها في تنظيف الشغل بعد كده. بنجيب الخيط القصير بنحطه بيبقى فوق الخيط الطويل، وبعدين بنتني الدايرة ديت على الخيط الطويل، ونروح ساحبين الخيط الطويل من الدايرة، وبنمسك الطرفين دول كده وبنسحب. خلاص هي دي بقت عقدة البداية اهي، تمام. اللي يأكد لنا انها معمولة صح ان احنا مجرد ما نشدها كده بتتفك. الطريقة التانية، احنا بنمسك الخيط كده، الخيط القصير في الايد الشمال والخيط الطويل في الايد اليمين، وبلف كده بيبقى من هنا عامل كروس، ومن هنا بيبقى بالشكل ده. بعد كده بدخل بالإبرة واروح طالعة بيها كده، اللي عملنا غرزة البداية عقدة البداية بطريقة تانية. نعيد مرة تانية، بمسك الخيط القصير كده على ايدي، بلفه كده بيبقى عامل حرف الاكس من ورا على ايدي كده اهو، بعدين بعد الايدي كده اهو. ممكن حتى من غير ابرة خالص، يعني بروح عاملة كده وجايبة اللي ورا قدام الامامي اهو، واروح ساحباه برضو بيتعمل، تمام. نعيدها مرة تانية، مهم ان احنا لما نشد كده تتفك معانا على طول. الخيط القصير في الايد الشمال بنلف عكس بعض، يعني يجي عكس بعض كده، تمام. ومن هنا هيبقى ورا، يبقى عندنا خيط امامي وخيط خلفي. بندخل الابرة من تحت كده وبنسحب الخيط الخلفي لقدام، خلاص، وبنروح ماسكين كده اهو، بقت عقدة البداية. ودي بداية الشغل، اي شغل بداية الشغل ما بتتعدش من هي رقم، ما بتبقاش معدودة في السلسلة او في الشغل الا في حاجات بسيطة جدا، اللي هي الدايرة. وبعد كده احنا في كل شغلنا بنحتاج عقدة البداية.